مساء الخير. النهاردة هنعمل مع بعض شكشوكة البيت. المقادير بالنسبة للبيت حسب أفراد الأسرة، أنا حطيت هنا 5 بس احنا ممكن نزود أو ننقص زي ما احنا عايزين. بصلة كبيرة متقطعة، حوالي 200 جرام مشروم متقطع صغير، طماطميتين كبار متقطعين صغير، بقية التوابل ربع معلقة كمون ونص معلقة ملح، تمن معلقة فلفل أسود، ربع معلقة بابريكا، قرن فلفل شطة، ده طبعا حسب الرغبة، رشة شطة أو معلقتين كبار معجون طماطم، ومعلقتين أو 3 من زيت الزيتون، وللتزيين حوالي معلقة كبيرة كزبرة خضراء مقطعة، ومعلقتين كبار من جبنة البيضة متقطعة، دي جبنة بيضة فاتة. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. في طاسة كبيرة على البوتاجاز هحط دلوقتي معلقتين كبار من زيت الزيتون واسيبهم شوية لما يسخنوا. اول ما يبتدي يسخن الزيت هحط دلوقتي البصلة الكبيرة متقطعة، المشروم، هحط عليهم رشة ملح ورشة فلفل اسود واسيبهم على النار لغاية لما يتبل. دلوقتي هضيف قرن الفلفل الشطة، طبعا ده حسب الرغبة، واسيبه لما يتبل مع الخضار. اول ما الخضار يبتدي يتدبل احط دلوقتي معجون الطماطم، ودلوقتي هحط كل التوابل، هحط الملح، الفلفل الاسود، رشة الشطة طبعا ده حسب الرغبة، البابريكا، الكمون، وقلب لغاية لما تطلع ريحة التوابل. اول ما ريحة التوابل تبان هحط على طول الطماطم المقطعة، حوالي ربع كوباية مية، هوطي عليها واسيبها تقريبا ما بين 10-15 دقيقة لغاية لما تتسبك. كده خلاص الصوص بالخضار اتسبك شوية، هبتدي دلوقتي احط عليهم البيض. بوسع مكان بظهر المعلقة واحط البيضة، بعد ما حطيت البيض هحط دلوقتي شوية ملح، شوية فلفل اسود، ووطي عليه واسيبه تقريبا 5 أو 6 دقايق لغاية لما البيض يستوي. طبعا في ناس بيحبوا البيض نص سوا وفي ناس بيحبوه مستوي على الاخر. طبعا احنا هنشوف طريقة البيض اللي بتعجبنا. هغطي دلوقتي الصينية واسيبها لغاية لما تستوي. كده خلاص البيض استوى، هشيله دلوقتي من على النار وهنشوف ازاي هنزينه مع بعض. وده الشكل النهائي بتاع شكشوكة البيض. زوقته شوية بالكزبرة الخضراء وحطيت على الوش شوية جبنة بيضة الفاتة، ونحط شوية برضو من زيت الزيتون، بيدي طعم جميل جدا، يطلع جميل جدا جدا وطعمه حلو قوي. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.